أوصى تقرير متخصص بضرورة إعادة النظر بمختلف التعديلات المقترحة مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي، والتي وصفها التقرير بأنها تعديلات تراجعية تمس بمستويات الشمول والحماية الاجتماعية للمشتركين. وطلب التقرير الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالكشف عن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجريت على صندوق الضمان الاجتماعي وطرحها للنقاش العام. المزيد مع أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. في التقرير هناك اتهام واضح للحكومة بأنه هذا القانون قد يكون هدفه تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه العمال ما بعد التقاعد. لو تحدثنا أكثر عن هذه الملاحظات وتشرح لنا ما إن كانت من وجهة نظركم يعني قد تكون هذه الخطوات هي فعليا خطوات لاستغناء الحكومة عن واجباتها تجاه هؤلاء. يعني بداية أي منظومة حماية اجتماعية في أي بلد في العالم هي بتشكل صمام من أمان الحفاظ على استقراره واستدامته وحمايته أثناء الأزمات. منظومات الحماية الاجتماعية في العالم جزء منها بيقوم على الاشتراكات كما هو حال الضمان الاجتماعي في الأردن وكما هو حال منظومات الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. وجانب آخر له علاقة بالتأمينات الاجتماعية خدمات الرعاية الاجتماعية اللي بتقدمها الحكومات لغير القادرين على العمل وللمحتاجين والفئات المهمشة التي لا تقوم على دفع الاشتراكات بالإضافة إلى الصحة والتعليم والسكن والنقل إلى آخره. ما نشهده حقيقة من مقترحات حزمة اقتراحات كبيرة بتمس تقريبا مفاصل أساسية في قانون الضمان الاجتماعي، تتعلق بقضايا التأمين الصحي، تتعلق بقضايا التقاعد المبكر والشيخوخة واحتساب الراتب التقاعدي وإنشاء حساب التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى تأمين التعطل العمل والأمومة والمشتركين الشباب والصحة والسلامة المهنية. المكونات الرئيسية لمنظومة الضمان الاجتماعي حقيقة تقدم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بمجموعة من المقترحات لمجلس الوزراء للأخذ بها، وحقيقة عند قراءتها بمنظور حقوقي بمعنى ايش المعايير الدوليه ذات العلاقه، ايش ممارسات الفضله بتقول، ايش الاتفاقيه الدوليه بتتحدث عن هذا الموضوع، وايش كان عندنا تاريخيا من يوم ما تاسس الضمان الاجتماعي لليوم، شو كان عندنا، ووجدنا انه جزء كبير من هذه التعديلات حقيقه بحاجه الى وقفه، بحاجه الى تحليل، بحاجه الى فتح حوار موسع مهما طال من اجل الوقوف عنها. جزء منها هي اجراءات تراجعيه بعكس مسارات تطور قانون الضمان الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه في اطاره خلال العقود الماضية. لو أخذنا على سبيل المثال قضية التأمين الصحي، يعني التأمين الصحي مكون أساسي مكونات أي منظومة ضمان اجتماعي، وهي مؤجلة عندنا في الأردن من سنة 78 حتى هذه اللحظة، ولكن للأسف الشديد الصيغة التي قدمت مؤخرا من قبل إدارة الضمان الاجتماعي تتحدث عن انه ضمان اجتماعي يتحمل تكلفته، تامين صحي يتحمل تكلفته العاملين لوحدهم 4% يعني 5% خلينا نحكي بالاضافه الى 7.5% اللي بيدفعوها كل شهر، واحنا بنعتقد انه هذا حقيقه مخالف لابسط قواعد التي معمول فيها مختلف انحاء العالم والمعمول فيها وفق الاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه وعلى وجه الخصوص الاتفاقيه 102 المتعلقه بالحدود الدنيا من التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تكون مشمولة بالضمانات الاجتماعية. لذلك احنا بنعتقد على الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يتحملوا عبء دفع الاشتراكات اللازمة للتأمين الصحي. بنعرف سيد أحمد يعني ذكرت بأنه يعني هذا النقد لهذا النظام هو مبني على الحالة المثلى أو الفضلة بالنسبة للاتفاقات الدولية وبالنظرة حقوقية. ما هي الحالة المثالية اليوم؟ وما إن كان قارنا هذا النظام بالنظام السابق المعمول به، هل تعتقد بأن النظام المعمول به هو نظام جيد أو على الأقل يعني متماشي مع الخلفية الحقوقية واحترام منظومة الحماية الاجتماعية؟ الأردن لم يقدم حتى الآن منظومة الضمان الاجتماعي، قانون الضمان الاجتماعي لم يتعامل مع موضوع التأمين الصحي سابقا، هذه هي أول مرة حقيقة يتم التعامل فيها، وبالتالي احنا ارتئينا بأنه قضية التأمين الصحي توفير الرعاية الصحية في إطار منظومة الضمان هي مدخل لإصلاح منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي في الأردن، لأنه التأمين الصحي في الأردن يصرف عليه مئات الملايين سنويا، الرعاية الصحية بشكل عام ومستفيد منها ما يقارب ثلثي المواطنين. وعندنا جزء بسيط غير مغطى باي شكل من التامين الصحي يمكن لاداره الضمان
أن تصمم برنامج وإطار يسمح بتخفيف أعباء التأمين الصحي على الحكومة وأعباء التأمين الصحي على الشركات، ويسمح للعاملين أنهم يحصلوا على رعاية صحية. إحنا بالمناسبة اليوم عندنا جلسة خبراء متخصصة لمجموعة من الخبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والعديد من الخبراء الصحيين لمناقشة صيغة أكثر ملائمة وأكثر عدالة للتأمين الصحي في إطار الضمان الاجتماعي. نعم، للتأمين الصحي أيضا سيد أحمد، عذرني لضيق الوقت، للتأمين الصحي وأيضا مطالبات حقيقية بإعادة النظر في هذا النظام الجديد المعدل المطروح. حقيقة هناك مجموعة من القضايا، موضوع التقاعد المبكر حقيقة نحن نعتقد أنه القفز باتجاه إلغاء التقاعد المبكر وتمديد سن الشيخوخة هي قفز في الهواء. إحنا بحاجة، صحيح بحاجة إلى إلغاء التقاعد المبكر أو التخفيف منه، زيادة سنوات بمعنى آخر، ولكن هذا بيتطلب حقيقة الذهاب إلى الأسباب التي تدفع الناس إلى التقاعد المبكر. في عندنا منظومة عمل حقيقة وخاصة سياسات الأجور، الإنسان بيشتغل 20 سنة وراتبه بتجاوز 400-500 دينار، وبالتالي بتزيد أعباءه، فبيضطر بيتقاعد مبكرا من أجل أن يعود ينخرط في سوق العمل بهدف يحصل على راتب آخر لتغطية صفقاته. بالإضافة إلى أن الحكومة أكثر جهة في الأردن هي اللي بتقوم بإحالة الناس على التقاعد المبكر، وبالتالي مطلوب إجراء تشريعات، تعديلات على التشريعات الناظمة لهذه العملية من أجل منع الناس من الذهاب أو الحد من التقاعد المبكر. مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية سيد أحمد عواد، شكرا جزيلا لك.